خليني اخد معايا بقى هنا على تليفون دكتور نهله سيد عبد العظيم، استاذ كيمياء النباتات الطبيه بالمركز القومي للبحوث وعضو الفريق البحثي الذي نجح في انتاج السلمارين. اهلا بيك يا دكتور نهله. اهلا، مساء الخير يا استاذ يوسف. مساء النور. ارجو ان انا كنت بقول مقدمه معقوله وما قلتش فيها معلومات مقدمة خاطئه هايلة. وما كنتش قلت معلومات علميه خاطئه. لا ابدا لا ابدا، الموضوع بسيط جدا واحنا عايزين برضو نبسطه للناس علشان يقدروا يعرفوا احنا عملنا ايه وازاي ده ممكن يفيد البلد كلها ازاي. يعني انا بس عايزه باختصار شديد اقول ان احنا يعني تم تحضير خامه دوائيه من نبات طبي. هذا النبات الطبي نبات بينمو في مصر بريا، يعني في الصحراء بينمو في طريق الساحل الشمالي الغربي. عظيم. وكان بيستخدم في الطب الشعبي من زمان في حضارتنا القديمة، بيستخدم هذا النبات في علاج أمراض الكبد، في حماية خلايا الكبد من التليف، في حمايتها من التسمم، وحاليا دخل في علاج فيروس سي. ولكن كان الهدف بتاعنا ان النبات موجود في مصر، ولكن هذه المادة الفعالة او الخامة الدوائية بيتم استيرادها بالكامل من بره، من غالبا من الهند ومن الصين. احنا شغلنا، احنا قسم كيمياء النباتات الطبية، بنشتغل منلي على النباتات البرية الطبية، بمعنى ان انا ممكن اخد عينة من نبات افحصها كيميائيا اشوف ايه المادة الفعالة، اروح للناس اللي بيشتغلوا في الشغل البيولوجي والفارماكولوجي اقول لهم شوفوا لي مثلا دي ممكن تبقى اكتف لايه. احنا لقينا بقى بدراسة النبات ده ان مصر بتستورد كميات كبيرة. يعني انا لما اقول لحضرتك ان مصر بتستورد سنويا من 120 ل 150 طن من هذا النبات، لانه بيدخل في كل ادوية الكبد اللي بتصنع هنا في مصر. فبدأ البحث عليه من فترات طويلة، وتم تسجيل عدد من الرسائل الماجستير والدكتوراه الى ان تم فصل المادة الفعالة. وهنا قلنا ان احنا عشان اوسع وانتج ما ينفعش اشتغل على نبات بينمو بري. انا لازم ازرعه وازرعه بكميات كبيرة تكفي. لو انا عايزة ان انا انتج بقى واقول لا انا هكتفي بالانتاج المحلي، يبقى لازم يبقى عندي مصدر دائم للخامة النباتية. حلو. وهنا دخل المركز القومي للبحوث، فريق الزراعة مع جهة الممولة، وكانت في الوقت ده أكاديمية البحث العلمي. عظيم. بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية، واتزرع على نطاق واسع في العديد من المحافظات المصرية، ونجح نجاح باهر. وتحليل هذا اللي بتحليل المادة الفعالة اللي فيه، لا دي نسبة عالية تستحق. فابتدينا نفصل هذه المادة الفعالة بالأول على نطاق معملي، طبعا زي ما حضرتك فاهم بتلاقي بعد كده ان التحاليل إيجابية ومبشرة، تبتدي تنتقل الى النطاق النصف صناعي، وده برضو كان في المركز القومي للبحوث. ثم دخلنا الى الصناعة، وهنا انا الحقيقة بشكر الشركة اللي فتحت لنا بابها، وكانت مقتنعة جدا بالبحث اللي معرفش اقدر اقول اسمها ولا ده يعتبر اعلان. لا مفيش مشكلة، دي يعني ما اظنها تمشي. هيحصل ايه؟ احد بتكلم على بحث، اظنها الحكاية تمشي يعني، مفيش مشكلة، ده بحث تمشي علمي تمشي. لا هي الحقيقة شركة اتوس فارما هي احدى شركات شركة سيكم، وكلنا عارفين ان احنا شركة سيكم ليهم اهتمام خاص طبعا بالنباتات الطبية. صحيح. يعني دي مش يعني ده حاجة معروفة. هم الحقيقة رئيس الشركة نفسه فتح الابواب كلها وقال احنا معاكم وايد في ايد هنعمل ونكمل، الى ان وصلنا الحمد لله انتجنا بالمواصفات العالمية اللي اخدنا عليها مطابقة من هيئة الدواء المصري. ودي كانت مرحلة بقى مش سهلة، لان احنا عندنا طبعا حضرتك عارف هيئة الدواء المصري جهة ملتزمة جدا بالمواصفات، صارمة في كل قراراتها، مش لا تتهاون في اي شيء في يعني في المواصفات اللي انت بتقدمها. الحمد لله نجحنا في ان احنا نقدم الملف، واخدنا عليه الموافقه في نهايه شهر 6 الماضي. طب ده معناه ان احنا هنبدا انتاج بقى يا دكتور ولا ايه؟ دلوقتي بقى يا استاذ يوسف الشركه هي الموكل اليها الانتاج والتسويق. حلو قوي الكلام ده. فالشركه احنا النهارده انا مش بقول ان انا هحل محل المستورد بالكامل في خلال سنه، انا ليا فتره زمنيه هقدر اشوف الاول باتصال مع الجهات
اللي هي مثلا الجمارك، الواردات والصادرات، اعرف الكميات اللي بتدخل مصر. صح. انا هقدر اغطي مثلا ربع السوق في اول سنه، نص السوق، لغايه ليه ما اوصلش ويبقى عندي خطه طموحه ان انا برضه أصدر زي ما البلاد التانيه دي كانت بتصدر. مش انا كنت يعني بستورد؟ ده هدفنا بقى. كنت بستورد يعني كانت في ناس بتصدر لي، اصدر انا بقى لناس تانيه. اصدر انا بقى طبعا. انا كنت بستورد من الهند والصين يعني ده يعني. وبعدين التكنولوجي فيري سيمبل، يعني سهل جدا ان هو يتعمل، ما فيهوش اي حاجه معقده. واحنا طورنا فيها شويه، فعلينا يعني ايه كريدت كده للنو هاو، طورنا فيها بحيث ان انا اقدر انتجها بكيماويات رخيصه بكميات اكبر. طب ده كلام محترم، ده خليني بكواليتي اعلى كمان يا استاذ يوسف، درجه النقاوه متميزه. طب انا عندي سؤال بقى، يعني يقولوا الشيء بالشيء يذكر. من فتره كده طلعت موضه الناس بتروح تجيب كبسولات وادويه كده فيها الاشواجندا. الاشواجندا، حاضر يا عم، يعني هي دي موضه العصر. اوكي، فانا عملت ايه؟ انا من الحاجات دي بقعد اعمل هوم ورك، فقعدت اقرا على الاشواجندا وفوائد الاشواجندا، ثم احنا بنستورد اشواجندا ولا ما بنستوردش. طلعنا ان احنا بنستورد اشواجندا بقى كلها، يعني كل اللي بيخش لنا ده مستورد، يا مستورد في صوره منتج نهائي، يا اما مستورد في هيئه العشبه نفسها او النبات، وبعدين ابدا اشغله هنا جوه مصر. فانا قاعد بفكر، هل يا دكتور نهله آن الاوان ان احنا نشتغل برضو على هذا العقار الذي ينتشر انتشار النار في الهشيم، اللي هو نبات الاشواجندا؟ طب اقول لك حاجه يا استاذ يوسف. ها قولي لي. انت عارف ان الاشواجندا دي بتنمو بريا في مصر برضو؟ اه، هو احنا ربنا سبحانه وتعالى على ما يبدو بعت لنا نعم ما كناش واخدين بالنا. لا، هو بعت لنا نعم كتير. اه، وعايزه اقول لك ان البحث العلمي ومركز القومي للبحوث فيه كنوز، بس يمكن التوقيت جه دلوقتي، الحمد اللي هو لله. يمكن رب ضارة نافعة زي ما بيقولوا، يعني اللي عندك ما الدولة قالت واحنا لازم توطين التصنيع المحلي، واي اي حاجة بتستورد. يعني احنا جالنا لستة من تحديث الصناعة فيها حوالي 3000 منتج مثلا، بيقول لك انت تقدر تعمل فيهم ايه. حلو الكلام ده، هرجع للاشواجندا تاني. النباتات الطبية والخلاصات من اسهل الاشياء. هل نقدر نشتغل على قصة الاشواجندا دي يا دكتور برضو ولا ايه؟ نقدر نشتغل. اصل انا لقيت انه الاحجام بتاعة استيراد الاشواجندا ارقام تخض. بالظبط، والمستحضرات تخد اللي دخلت مصر طبعا في الفترة الأخيرة وتم تسجيلها ونزلت الأسواق، وفي حاجات على فكرة نزلت برضو للأسواق من الأشواجندا غير مسجلة، والناس لازم تاخد بالها، لأن مؤخرا كانت تي جي إيه اللي هو هيئة الدواء في استراليا كانت طلعت تحذير على الأشواجندا بالذات. خلينا عشان ما اخرجش بس عن موضوع السليمارين، لكن أنا قصدي إن الأشواجندا خلينا نبقى حذرين، ده برضو فرصة إن احنا نقول طبعا للناس خليك حذر وانت بتاخدها، لان في شباب كتير بياخدوها يقولك عشان اسهر واذاكر وتصحصحني والتركيز والكلام ده كله. لا، لازم في كل حاجه ليها فايده، وفي المقابل طبعا ممكن يكون ليها ضرر، حتى النبات. صحيح. الطبيعي. صحيح صحيح. فانتوا معانا الاعلام، ويعني اعلامي متميز زي حضرتك. العفو يا فندم، ده من ذوق حضرتك. يعني لما يوجه برضو بحاجه زي كده ويطلع الناس اللي في المجال ويتكلموا ويوجهوا الناس، دي حاجه كويسه وحاجه تفيد بلدنا. لكن انا بقول دلوقتي بالنسبه لخام السليمارين، احنا نرجو ان احنا يعني فاتوره الاستيراد العاليه قوي اللي بتدفع في استيراد هذه الخامه، بتوجه لكل جهه معنيه في الدوله ان هي تساعدنا في الانتاج، سواء في الاستيراد، الشركات اللي بتستورد نقول لهم يا جماعه الخامه نقدر نعملها وهنعملها لكم ارخص. والله حتى يا استاذ يوسف لو هي اغلى، انا هي ارخص اللي هي بنعملها، هي استحاله لو هتبقى هي حتى اغلى وبتتعمل في بلدك، خدها من بلدك وما تستوردش. والله يا دكتور، انا يعني في شويه حاجات زي ما قلت لك كده بعمل عليها هوم ورك. اللي انا افهمه انه مثلا في موضوع النبات اللي بتقدروا تنتجوا منه السلمارين، فنقدر نتعامل مع وزاره الزراعه في انه نوجهه الى قطاع الزراعات التعاقديه. يا جماعه دي مواصفات أوي. النبات، ودي مواصفات طريقة الزراعة السليمة اللي منها النبات أقدر أطلع منه المستخلص اللي أنا محتاجه كمركز دوائي، فابدأوا اعملوا تعاقداتكم مع الشركات اللي بتزرع، تطلع بقى مملوكة للدولة، تطلع قطاع خاص إلى آخره. دي مسألة سهلة جدا يعني، فطالما أنه إحنا نجحنا في أن إحنا نقدر نطلع المادة الفعالة من هذا النبات، يبقى نبدأ نشتغل عليها. ويمكن هنا أنا برضو بقول أنه أنصح يعني، أو يعني أناشد كمان، مش هقول حتى نصيحة،
انه وزاره الزراعه تاخد بالها بقى من الحاجات اللي زي كده، تبدا تشتغل مع يعني توجه مساله نظام الزراعه التعاقديه، نقعد بقى مع الناس بتاعه المركز القومي للبحوث، ونقعد مع الشركات اللي بتصنع هذا النوع من الدواء واللي عندها استعداد تصنع الدواء ده في مصر، احنا هنحتاج كميه قد ايه؟ طيب الكميه دي يا مركز قومي تساوي ان انا انتج كام طن من هذا النبات؟ طيب الكام طن دول يعني بالنسبه لي المفروض يبقى انتاجيه الفدان قد ايه؟ يبقى اشتغل على نظام زراعات تعاقديه بخصوص هذا النبات اللي بطلع منه السلمارين، تمام؟ طيب نفس القصة فعلا أنا مقتنع جدا بأن احنا نقدر نعملها مع أشوغاندا، لأنه هي استيرادها بيكلفنا فاتورة دولارية ضخمة جدا، مش فاتورة ضخمة شوية، لا فاتورة ضخمة جدا. هل ينفع يتزرع في مصر ولا لا؟ أنا والله ما أعرفش، ده الهومورك اللي هتعمله وزارة الزراعة، مركز البحوث الزراعية هيقول لنا والله يا جماعة الأشواجندا اللي بالمواصفات اللي أقدر أطلع بيها منتج دوائي يبقى مطابق للمواصفات ينفع حلو، أو لا ما ينفعش، أو ينفع بشروط معينة، يلا يا جماعة زراعة تعاقدية بنفس ذات الشروط كده، المزارع مبسوط، وزارة الزراعة مبسوطة، مركز البحوث أكيد مبسوط، الشركات بتاعة الأدوية المفروض أنها تبقى مبسوطة. ليه؟ لأن أنا جايب لك المنتج محلي أرخص من المنتج المستورد. كل الشكر لدكتورة نهلة سيد عبد العظيم أستاذ كيمياء النباتات الطبية بالمركز القومي للبحوث وعضو الفريق البحثي حول مسألة مستخلصات السلمارين، شكرا جدا.